السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. معانا النهاردة إن شاء الله نشيد جديد بعنوان نيل بلادي للشاعر الدكتور إسماعيل عبد العاطي. نيل بلادي نشيد بنتكلم فيه عن نهر النيل. نهر النيل له فضل عظيم على مصر والمصريين، فمنه يشرب الناس ويروي الفلاحون أرضهم، فتخرج الخير الوفير، لذا يجب أن نحافظ عليه ولا نسرف في الماء، كي يبقى نهر النيل لنا مصدرا للخير والعطاء. نبدأ بقراءة النشيد. نشيد نيل بلادي. نيل بلادي ما أبهاه، يجري الخير في دلتاه، يسقي الناس ما أحلاه، يروي الزرع ما أسقاه، يعطينا حبا وحياة، هيا نسجد شكرا لله. دروس نتعلمها من هذا النشيد: أن نهر النيل مصدر الحياة، وأن مصر هبة النيل، وأن النيل يجري بالخير. بعض المفردات الجديدة: الكلمة ومعناها. ما معنى كلمة أبهاه، وكلمة يجري، وكلمة يروي، وكلمة أسخاه؟ أبهاه بمعنى أجمله، يجري بمعنى ينشر أو ينتشر، يروي بمعنى يسقي، أسخاه أكرمه. الكلمة ومضادها: الخير الشر، أبهاه أقبحه، يجري يقف، حبا كرها. الزرع جمعها الزروع، الماء جمعها المياه، بلدي بلادي، نهر أنهار، جمع كلمة نهر أنهار. الدرس أو ملخص الدرس في سؤال وجواب: بما وصف الشاعر نيل بلاده؟ وصفه بأنه جميل. ماذا ينتشر في دلتا النيل؟ ينتشر الخير الوفير. ما أهمية النيل للناس؟ يسقي الناس ويروي الزرع ويمنحهم الحب والحياة، ويمنحهم الحب والحياة. بما يدعو الشاعر الناس في النشيد؟ يدعو الشاعر الناس أن تسجد شكرا لله على نعمة ماء النيل. ما واجبنا نحو نهر النيل؟ أن نحافظ عليه من التلوث، وألا نسرف في الماء. لماذا يحب الناس نهر النيل؟ لأنه سخي وكريم وكثير العطاء، ينشر الخير في دلتاه. ماذا يعطينا النيل؟ يعطينا النيل الحب والحياة. استخراج الظواهر اللغوية من النشيد: هنستخرج في الجدول أفعال والأسماء وكلمات تبدأ بلام قمرية وأخرى بها لام شمسية وحرف مشدد وحرف مشدد. فعل زي كلمة يجري، كلمة يسقي، وكلمة يروي ويعطي من كلمة يعطينا. الأفعال الأربعة اللي معانا بيبدأوا بحرف الياء، يعني عندنا الفعل المضارع بيبدأ بحرف من حروف المضارعة اللي احنا بنجمعها في كلمة أنيت: الألف والنون والياء والتاء. يجري بدأ بالياء، ويسقي أصلها سقى في الماضي بدأت بالياء، يروي نفس الكلام تبدأ بالياء، وكلمة يعطينا فيها الياء. وعندنا كلمة أخرى فعل زي نسجد، هنا بدأ بإيه؟ بالنون. أسماء زي كلمة نيل، اسم كلمة النيل هنا اسم. طبعا علامات الاسم أخدناها قبل كده: الألف واللام في أول الاسم. طب كلمة النيل ليس بها ألف ولام في أولها، لكنها تقبل الألف واللام لما أقول النيل. كلمة بلادي برضو
تقبل الألف واللام، وأيضا من علامات الاسم التنوين في آخر الكلمة والتاء المربوطة. كلمة دلتاه، دلتا اسم، حبا فيها علامة التنوين. وهناك كلمات أخرى كثيرة زي كلمة الزرع وكلمة الناس والخير وكلمة حبا وكلمة حياة. طيب اللام القمرية، اتكلمنا عن اللام القمرية قبل كده وقلنا ان اللام القمرية هي لام تنطق وتكتب. تنطق زي كلمة الخير، الخير، يعني لازم تكون الكلمة في أولها ألف ولام. إذا نطقت اللام، إذا نطقت اللام تكون لام قمرية، الخير. الناس بها ألف ولام، تبدأ بالألف واللام، ولكنها لا تنطق، اللام لا تنطق. واللام الشمسية هي التي تكتب ولا تنطق. كلمة الناس، الزرع، الزرع، يبقى كلمة الناس وكلمة الزرع تبدأ بلام شمسية. حرف مشدد، طبيعي الحرف اللي بيأتي بعد اللام الشمسية بيكون مضاعف أو مشدد، يعني عليه شدة. الناس، الزرع. طيب في كلمة أخرى في النشيد هنا فيها شدة أو تضعيف غير كلمة الناس وكلمة الزرع، نفكر مع بعض. كلمة هيا، نطقنا الياء مرتين في كلمة هيا، شطار. يبقى هيا وكلمة أخرى كلمة لله، لله. يبقى هنا عندنا أربع كلمات فيهم حرف مشدد. جدول آخر هنطلع فيه حروف الجر، حروف العطف، والمد بالألف، وكلمات بها مد بالياء، وأخرى في آخرها تنوين. حروف الجر: نيل بلادي ما أبهاه، يجري الخير في دلتاه. في عندنا حرف الجر في. حروف العطف، وقلنا طبعا حروف الجر قبل كده: من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام. وحروف العطف حرف الواو والفاء وثم وأو. هنا عندنا في النشيد حرف الواو موجود فين؟ يعطينا حبا و وحياة، يبقى الواو بين كلمة حبا وبين حياة. كلمات بها مد بالألف زي كلمة بلادي وكلمة أبهاه وكلمة أحلاه. في كلمات أخرى زي كلمة الناس وكلمة دلتاه، أسخاه، حياة، يعطينا. كلمات بها مد بالياء مثل كلمة نيل، بلادي، يجري، يروي. كلمة الخير الياء اللي فيها ياء مد، تعالوا ننطقها مع بعض كده: الخير، الخي، خي. يبقى الياء هنا يا ولاد الياء ساكنة، الخير، تنطق مع الخاء مقطع صوتي واحد وليست ياء مد. كلمات بها تنوين: كلمة حبا، حبا، والتنوين هو نون ساكنة تنطق في آخر الاسم، تلحق آخر الاسم، نون ساكنة في النطق، ولكنها في الكتابة يكتب التنوين إما فتحتين على آخر حرف في الكلمة، أو كسرتين تحت آخر حرف في الكلمة، أو ضمتين فوق آخر حرف في الكلمة. وعندنا كلمة أخرى كلمة شكرا، بها تنوين أيضا بالفتح. جدول آخر للظواهر اللغوية هنطلع فيه جملة اسمية والجملة الفعلية وبعض الأساليب زي أسلوب التعجب. جملة اسمية يبقى لازم تكون بدأ باسم. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. نيل بلادي ما أبهاه، أول سطر عندنا في النشيد نيل بلادي ما أبهاه، نيل اسم، يبقى الجملة كلها على بعضها جملة اسمية. الجملة اللي بعدها على طول يجري الخير في دلتا، يجري فعل ولا اسم؟ طبعا فعل، فعل مضارع، يبقى الجملة فعلية. يسقي الناس ما أحلاه، يسقي الناس، كلمة يسقي فعل مضارع، يبقى الجملة جملة فعلية. يروي الزرع ما أسخاه، يروي فعل، يبقى الجملة أيضا جملة فعلية.
وعندنا يعطينا حبا وحياة يعطي فعل، يبقى الجملة أيضا جملة فعلية. ونسجد جملة فعلية، كلها جمل بدأت بفعل فبنقول عليها جملة فعلية. الأساليب اللي موجودة عندنا في النشيد، عندنا هنا أسلوب التعجب ظهر قدامنا 3 مرات، ما أبهاه، ما أحلاه، ما أسخاه. نيل ولادي، ما أبهاه، ما التعجبية. ما بتبدأ في الأسلوب التعجب، بنبدأ بما، بنسميها ما أداة تعجب أو ما التعجبية. ويكون علامة برضو من علامات أسلوب التعجب إن يكون في آخره علامة تعجب، شطار. ما أحلاه، ما التعجبية، وبعدها فعل التعجب، وآخر الأسلوب علامة تعجب، وأيضا يروي الزرع ما أسخاه. أنشطة القرائية: شبكة المفردات وخريطة الكلمة وتحليل الصوتي وغيرها. معانا كلمة النيل، وهنجيب لها إن شاء الله دلوقتي شبكة مفردات مش خريطة كلمة، لأن في الشبكة احنا بنجيب كلمات لها علاقة بالكلمة الأساسية اللي عندنا زي كلمة النيل. خريطة الكلمة بنجيب معنى الكلمة ومضادها ونوع الكلمة، ونضع الكلمة في جملة، ونضع الكلمة في جملة. كلمة النيل نقول مياه، السمك، صياد، مراكب، وكلمات أخرى. خريطة الكلمة لكلمة أسخاه، معنى كلمة أسخاه أكرمه، مضادها أبخله، نوع الكلمة اسم، الجملة نهر النيل ما أسخاه. شكل فين بيأتي للمقارنة بين شيئين. عندنا هنا نهر النيل والبحر، الفرق بين البحر والنيل، النهر والبحر. يختلف نهر النيل عن البحر، ولكنهما يشتركان في شيء بينهما. فالنيل ماؤه عذب، ولكن البحر ماؤه مالح. النيل به مراكب تسير فيه المراكب، والنيل ضيق. أما البحر فتسير فيه السفن والبواخر، وهو واسع. والمشترك بينهما أسماك وصياد، سمك. سؤال على أسماء الإشارة: ضع مكان النقط أسماء إشارة مناسبة مما بين القوسين. أسماء الإشارة عندنا أسماء إشارة للقريب، وهناك أسماء إشارة للبعيد. هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء أسماء إشارة للقريب. بيقول في السؤال: نقط قلم، نقط مكتبة، نقط تلميذان مجتهدان، نقط أطباء، نقط تفاحتان، نقط أقلام. والمثال الأول محلول: هذا قلم، قلم مذكر، نأتي معها باسم الإشارة هذا. إذا أشرنا إلى المكتبة، مكتبة مؤنث أم مذكر؟ نشير إليها بهذه، هذه مكتبة. تلميذان مثنى مذكر، هذان تلميذان مجتهدان. أطباء، أطباء جمع، هؤلاء أطباء، اسم الإشارة هؤلاء يأتي للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. تفاحتان مثنى مؤنث، نأتي معه بهاتان، هاتان تفاحتان. كلمة أقلام، أقلام جمع، ولكن تدل على جمع غير العاقل، فنأتي معها باسم الإشارة. ها، ينفع هؤلاء؟ تمام، هذه أقلام، هذه تأتي مع اسم الإشارة غير العاقل. يبقى نقول الإجابة مرة تانية، الإجابة مرة ثانية: هذا قلم، هذه مكتبة، هذان تلميذان مجتهدان، هؤلاء أطباء، هاتان تفاحتان، هذه أقلام. اقرأ ثم أكمل كالمثال:
يلعب بالكرة. المثال: يلعب بالكرة، العب بالكرة، لا تلعب بالكرة. يلعب بالكرة جملة تبدأ بالفعل المضارع يلعب، فعل مضارع، جملة فعلية، جملة مثبتة. هنحول الجملة لجملة تبدأ بفعل أمر، يبقى حولنا إلى أسلوب أمر. العب بالكرة، العب فعل أمر، جملة تبدأ بفعل أمر، نسميه أسلوب أمر. نحول الأسلوب ده لأسلوب نهي، أسلوب نهي. قلنا أسلوب النهي زي ما أبدأ الجملة بتاعتي بكلمة لا، أداة النهي لا، لا تلعب بالكرة، يبقى أنا هنا بعمل إيه؟ نهي. يبقى العب أمر ولا تلعب نهي. هنعمل كده في الجمل التالية. يأكل الحلوى، هنقول إيه؟ أمر، حوله الأمر، كل الحلوى. طب نهي، لا تأكل الحلوى. يسافر إلى أسوان، خليه أسلوب أمر، سافر إلى أسوان. أسلوب نهي، أقول له لا تسافر إلى أسوان. يكتب الدرس، يبقى هنا لو عايز أخليه أمر هقول له أكتب الدرس. نهي، لا تكتب الدرس، لا تكتب الدرس. اقرأ ثم أكمل كالمثال. يشرب الماء، هنحول الجملة الفعلية دي إلى جملة أو أسلوب نهي بيبدأ بأداة نهي، لا تشرب الماء. يرسم اللوحة، لا ترسم لوحة، لا ترسم لوحة. يقرأ النشيد، لا تقرأ النشيد. يزرع الأرض، لا تزرع الأرض، لا تزرع الأرض. اكتب معنى كلمة يروي في كل جملة حسب فهمك للسياق والمعنى. كلمة يروي في الجملتين: يروي الفلاح الزرع، يروي الفلاح الزرع. يروي الجد حكاية جميلة. معنى يروي في الجملة الأولى يختلف عن معناها في الجملة الثانية. فمعنى يروي في الكلمة الأولى بمعنى يروي الزرع، بمعنى يسقي. أما ما يروي في الجملة الثانية يروي حكاية، بمعنى يقص أو يحكي حكاية، يقص أو يحكي حكاية. رقم 3، أكمل عائلة الكلمة. يجري عائلة الكلمة. الكلمة عندنا بنشوفها إذا كانت فعل بنجيب الأفعال، هي فعل هنا مضارع يجري، هنجيب الفعل الماضي والأمر ونجيب منها اسم ومصدر. وهنا عندنا نقطتين اتنين، ممكن نجيب تجري وجرى، ممكن نقول الجري وكلمات أخرى. نسجد، يسجد، تسجد، أسجد. السجود اسم. كون كلمات من الحروف الآتية: حرف اللام والسين والنون، ألف المد والألف، همزة والياء والخاء والهاء والقاف. ها، الناس، يسقي. يبقى جبنا كلمة الناس ويسقي. عايزكم بقى ان شاء الله تفكروا في الكلمة الثالثة وفي كلمات تانية كتير. احنا جبنا الناس ويسقي، كلمات من النشيد، لسه في كلمة كمان نفكر فيها ان شاء الله ونكتبها. من نص نيل بلادي، اكمل الناقص بكلمات من النشيد. ده رقم 1، نيل نقط ما أبهاه، نقط الخير في نقط، يسقي نقط ما نقط. يبقى هنكمل النشيد بعد ما نحفظه ونذكره، وهنحل الأسئلة دي عليه مفرد كلمة بلادي، ومرادف يعني معنى كلمة أبهاه، ومضاد كلمة الخير، وجمع كلمة الزرع. رقم ب، بما وصف الشاعر نيل بلاده. جيم، أكمل ماء النيل نقط، وعندي اختيارات: ملح أو ملح، عذب، مر.
يجري النيل بالخير في نقط في الدلتا، اسكندرية ولا سيناء؟ رقم د، أكمل. 1، عنوان هذا النشيد هو نقط. ماذا يعطينا النيل؟ كيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ آخر سؤال، حلل إلى مقاطع صوتية. عندي كلمتين، كلمة بلادي وكلمة يجري. ده سؤال عندنا في الكتاب المدرسي. سؤال رقم 2، استمع إلى النص ثم أجب. ألف، هات ما يلي. طبعا هنقرأ النشيد الأول. معنى كلمة أبهاه مضاد الخير. أجب، من أين يشرب الناس في مصر؟ جيم، أكمل. ينشر نهر النيل نقط. نهر النيل ماء نقط، ماء نقط وماء نقط. عايزين نحط كلمات ونكون بها أسلوب تعجب في الثلاث نقط الأخيرة. وأيضا السؤال رقم 7، اقرأ ثم أجب. هنقرأ النشيد، يروي الزرع ما إسقاه، يعطينا حبا وحياة، هيا نسجد شكرا لله. ألف، هات ما يلي. معنى إسقاه نقط، جمع كلمة الزرع. ب، ماذا يعطي نهر النيل لأرض مصر؟ ج، كيف نشكر الله على نعمة الماء؟ د، ما اسم مؤلف النشيد؟ سؤال رقم 9، اقرأ وميز نطق الكلمات التالية. كلمة هذا، هذه، هؤلاء. طه، الرحمن. كلمة هذا، هذه، هؤلاء، ثلاث كلمات من أسماء الإشارة. كلمة طه وكلمة الرحمن. الكلمات الخمسة دي فيها حرف ينطق ولا يكتب، هذا. لو لاحظنا ان فينا مد بعد الهاء لكننا بنكتبهاش بالمد، بنكتبها بهذا الشكل، هذا، هاء ذا الألف. هذه بعد الهاء في حرف ينطق ولا يكتب، هو حرف الألف، مد ألف. هؤلاء نفس الكلام، طه في مد بالألف بعد الطاء. الرحمن، يبقى فيها حرف الألف ينطق ولا يكتب في هذه الكلمات. القواعد والتراكيب. سؤال رقم 10، اقرأ ثم أكمل كالمثال. يشرب الماء، اشرب الماء، لا تشرب الماء. عندي ثلاث أمثلة واجب إن شاء الله هتحلوها. يرسم اللوحة، يقرأ النشيد، يزرع الأرض. سؤال رقم 11، اقرأ ثم تخير مما على الشجرة. على الشجرة هذا، هذه، هؤلاء، هذان، هاتان. هنضع أسماء إشارة أمام الجمل الآتية: نقط مصباح، نقط صورة، نقط نافذتان، نقط جهازان، نقط جنود، نقط طبيبات. آخر سؤالين معانا، سؤال رقم 10 و11 في القواعد والتراكيب. أول سؤال والعاشر، أكمل باسم إشارة مناسب. عندنا جمل وهنضع اسم إشارة مناسب على حسب الجملة. سؤال رقم 11، ابدأ الجملة بأمر أو نهي مناسب. وعندنا الجملة وهنضع ما يناسب الجملة. وبكده نكون خلصنا شرح درس نيل وبلادي. أتمنى من